سفر؟ سفر ايه؟ هنسافر بيروت. ايه رأيك؟ بيروت؟ انت سافرت بره قبل كده؟ لا. تحب تسافر بالمركب ولا بالطيارة؟ انا بقول بالمركب احسن. ايه رأيك؟ بس مش تفاهمين الحكاية الاول. عندي شغل هناك 3 4 ايام. بس انا ما اقدرش اسافر. دي فرصة تشوف فيها بيروت. احنا مش هنغيب. ويا سيدي كائنات في رحلة. قلت ايه؟ هنسافر امتى؟ يا دوب نجهز نفسنا ونسافر على طول. يبقى بقى لازم نحاول.